السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: المراقد المزيفة بين جيوب الفاسدين وعقول البسطاء. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب المقدمة لحضراتكم والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. أثار انهيار مزار القطارة في محافظة كربلاء والذي أودى بحياة 7 أشخاص غضبا شعبيا واسعا بسبب شبهات الفساد المرتبطة بهذا المزار، والذي تكشفت بعض الحقائق عنه لتشير إلى احتمالية وهمية هذا المزار. وفي الوقت الذي تنصلت فيه العتبة الحسينية في كربلاء والوقف الشيعي من ارتباطهما بمزار القطارة، إلا أن التساؤلات التي طرحت من الشارع عن دور هذه الجهات الدينية في متابعة هذه المزارات والمراقد المزيفة، وكيف تسمح هذه الجهات الدينية لتحريف التاريخ الإسلامي واستغلال عقول البسطاء لنشر الجهل والخرافات بين أبناء الشعب العراقي، ثم إلى متى يتم استغلال الدين والمتاجرة به على حساب أرواح الناس وأموالهم؟ دعونا الآن مشاهدينا الكرام نتابع اللحظات الأولى بعد انهيار المزار في محافظة كربلاء. مشاهدينا، طبعا نزلنا إلى الشارع والتقينا ببعض المواطنين العراقيين وسألناهم عن رأيهم بشأن حادثة مزار القطارة، وكذلك رأيهم عن المزارات الوهمية والمراقد المزيفة. لنستمع إلى بعض الآراء. الحادث مال القطارة مو يعني هو موقع أثري مؤرخين أبتوا به أنه هذا موجود، يعني هو أصلا ما مؤرخ لا بالتاريخ ولا بالحضارة الإسلامية، رغم أنه طلع أحد المراسلين طلع أنه يغذون القطارة عن طريق أنبوب يسحبوه من مكان مولده ويسحبون الماء يطلعها على الإذاعات. اللي يتحمل المسؤولية اللي أسس هذا الموقع، والإدارة اللي خلته يتابع هذا الموضوع ويروج بين الناس، هذا يعني هو مين يتحمل مسؤوليته؟ طبعا هو البناء من مسويه؟ غير مهندس؟ المهندس اذا البنى التحتيه مالته مو شيء، طبعا هو يتحمل مسؤوليتها. البنى التحتيه هو يتحمل مسؤوليتها، المهندس. ولا هو شنو يقيم بنايه بهيك مكان حتى الناس ترتاده؟ يعني هذا نصب واحتيال على خواطر الناس. والله القانون هذا يعتمد على طبيعه البشر وثقافته. طبيعه البشر وثقافته. هسه اكو مكانات هوايه مقابر بنات الحسن وغيره وغيره، يعني لها مكان، بس ترويج الاعلام هو اللي يسوي هذا، يكسبون الناس على هذا الموضوع، لان العالم ما عندها ثقافه. الثقافه الدينيه والتاريخيه مطلوبه للمواطن حتى يعرف حدود اجواء اللي يعيشها، مو هي هذا المطلوب.
يعني هاي ذكرنا بعبارة الموصل، يعني راح بها قبل سنتين ثلاثة بحدود 100 وكذا إلى 200 شخص، يعني فساد استغلال ناس همهم يعني الربح بس، يعني خلوا في سف الموصل خلوا عبارة يعني ما بيها أي شرط من شروط الأمان، ركبوا بيها 130 140 لحد 200 ثم انقلبت وغرقت، وعلي إلى الآن نصف الجثث لم يعثر عليها. أيضا قطارة الإمام علي في كربلاء أيضا نفس عملوا مزار يعني بدون أي يعني أسس للوقاية بالنسبة للناس التي تأتي لزيارة هذا المقام فقط لكي يجبوا يعني يجبوا أموال من الناس الزائرين. هؤلاء فاسدون، ناس يعني بدون ذمة ودون ضمير، هم قطارة الإمام علي في كربلاء وعبارة سفينة الموصل. نعمل من يعني القضاء أن لا يترك هذه الأمور يعني عبثا لكي لا يشجع الآخرين عليها. المفروض يعني الدولة يعني الوقفين السني والشيعي، بعدين وزارة الداخلية، بعدين يعني رئاسة الوزراء، كل هؤلاء مسؤولون عن فرد واحد إذا يقتل أو يموت، وما بالك أن تكون الضحايا بالعشرات وبالمئات مع الأسف. يعني هاي إحنا في كل يوم نكرر هذا الحديث ولكن ليس هناك من مجيب. طبعا مشاهدينا الكرام، كثرت الآراء بشأن حقيقة هذا المزار، مزار القطارة في محافظة كربلاء، وأوضح البعض بمقاطع مصورة أن هذا المزار وهمي، وأن هذه المياه التي تخرج على أساس أنها مياه مباركة هي مصطنعة بطريقة خبيثة خفية، والمحاولة أو الهدف من ورائها هو الضحك على عقول البسطاء، استغلالهم، جعلهم يدفعون الأموال في سبيل الحصول على مياه جاءت من أبيار ربما، أو حتى ربما من يعني من المنازل ربما. دعونا نشاهد التوصيلات التي امتدت إلى أن وصلت إلى مزار القطارة، وكيف يتم الضحك على عقول البسطاء في سبيل بيع المياه لهم على أساس أنها مياه مباركة. لنشاهد المنطقة اللي هي بالضبط كما أشرت قبل قليل فوق المزار، اللي هي عبارة عن صخور وتلال رملية وما تعرف بالطارات. هذه المنطقة الآن بها الأرض بها نسبة من الرطوبة، وهذا يدل على وجود أنبوب من المياه أو ما شابه، لأنه إحنا في فصل الصيف أكيد أمطار ماكو. بعد قليل رحنا يعني نريد نشوف باقي المنطقة، شنو ممكن نشوف، شنو ممكن نشاهد. هذه القطارة هي نفسها، المفروض القطارة من تحت الأرض يعني يظهر الماء، وفجأة نكتشف القطارة العجيبة. هذه القطارة العجيبة يا سادة، هذا يا شوفوا أنبوب ماء محفور بالخفاء، هذا الأنبوب هو هذا القطارة العجيبة اللي يبيعون بها البطل الماء ب5000 للزائرين على انه ماء مبارك. هو محفور بشكل مخفي، شوف الجريمة باعه، هذا البوري محفور جاي من بير، البير بماطور ومولدة بدون ما يشوف الزائر. هذا تحت الأرض الأنبوب الماء، ومن ثم ينزل هذا أنبوب الماء. طبعا كان مخفي هو تحت الأرض، بس تم حفرة بعد يعني ما. مشاهدينا الكرام، طبعا سنعرض لحضراتكم بعد قليل أيضا مقاطع أخرى، لكن يعني لدينا خبر يتعلق بهذا الموضوع، وهو قائم مقام كربلاء حسين المنكوشي كشف أن مزار القطارة في محافظة كربلاء هي واحدة من المشاريع الخاصة
مشروع خاص. وأوضح للمنكوشي أنه قبل 3 سنوات قدم المكتب الاستشاري لجامعة بغداد والمكتب الاستشاري لجامعة كربلاء قدما تقريرا مفصلا إلى المحافظة، دعوا فيه إلى ضرورة دعم الصخور الموجودة حول القطارة بالكتل الخرسانية فضلا عن بناء الأسجة الكونكريتية لحماية المزار من سقوط الصخور عليه. شنو السبب اللي دفع جامعة بغداد وجامعة كربلاء إلى تقديم هذه التقارير إلى المحافظة؟ أوضح المنكوشي أن هذه الصخور المحيطة بالمزار يقدر وزن الواحدة منها بأكثر من طن، وينتج عنها في فصلي الصيف والشتاء حركة تتسبب بحدوث صدوع، خاصة وأن المنطقة رملية ومشبعة بالرطوبة. يعني الموضوع محذر منه منذ 3 سنوات، لكن المحافظة لم تأخذ بعين الاعتبار ولم تضع هذه التحذيرات على محمل الجد، لم تأخذها على محمل الجد، وبالتالي أودت بحياة الأبرياء. نساء، أطفال ورجال لقوا حتفهم بسبب الفساد، بسبب المتاجرة بالدين، بسبب استغلال العقول البسيطة والرغبة بالاغتناء بالمال الحرام، فيقومون بهذه الأمور بطريقة وهمية. قاموا بتشييد هذا المزار ويجبون من المواطنين، يأخذون الأموال في سبيل بيع المياه، مياه البئر، للناس على أساس أنها مياه مباركة، والضحك على العقول البسيطة. إلى متى يستمر استغلال الدين والمتاجرة به على حساب عقول الناس وأرواحهم؟ ما هو دور الجهات الدينية الموجودة في العراق؟ المرجعية، العتبات الدينية، الوقف الشيعي، من متابعة والتصدي لهذه المحاولات بتجهيل المجتمع؟ لماذا يترك الموضوع بحرية لكل من هب ودب؟ وسنعرض لحضراتكم الآن يعني أيضا نموذج من نماذج المزارات والمراقد الوهمية بعد قليل، لكن الآن نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا السيدة أم أحمد من النجف، تفضلي حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليكم تسلمون. أولاً أستاذ محمد، ماكو شيء اسمه ناس وسطاء، ترى الإنسان هو يريد يجهل نفسه ويضلل نفسه، لأنه القرآن مليء بالآيات اللي تعطي هيك معنى. مثلاً كان الله ليضل. نعم أم أحمد. الله بكل شيء عليم. ألو أم أحمد، صوتك دا يتقطع لو سمحتي، ممكن تغيرين المكان؟ يعني هو معتاد أنا بهالمكان عادة. طيب. يعني الإشارة زينة. الآن أوكي. الآن الصوت أوضح، تفضلي. كلامي أقول ماكو إنسان بسيط أستاذ محمد، أقول ماكو إنسان يقدر يظل لإنسان آخر، هو يفضل نفسه أن يكون بال. والقرآن مليء بهاي الآيات، مليء بهاي. الله سبحانه وتعالى ما يضل قوم بعد إذ هداهم. عندك العقل وعندك بينات وعندك تاريخ مليء بالدجل، فيا مكثر المراقد ويا مكثر الدجل. وصدقون يعني مع احترامي لجسماني ومع احترامي لكل عاقل وكل متعقل هاي الحياة، بالعراق شي مثهم الناس اغلبهم لحد يزال عليها، اغلبهم يفرحون بهيك امور. يعني تعال شوفوا الخيوط اللي جات تنشر على النبقات، هاي شجرة الصدر، على النخال، على فالتفاهة موجودة عند الناس. أستاذ محمد هم المسؤولين عن أنفسهم. إذا حشون قطارة الإمام علي، إذا فد مرة هيك هالكائن على الإمام علي موجود، ضريح الإمام علي موجود. فهم هاي النماذج، يعني الله يرحم الراح والله ينجي الموجود. أم أحمد، ما هو دور الجهات الدينية؟ ينعقون مع كل ناعقهم. طيب. هذولا ما هو دور الجهات الدينية في التصدي من يحاول تجهيل المجتمع باستمرار؟ شلون يسمحون بإنشاء مراقد ومزارات ليس لها أصلا في التاريخ الإسلامي ومشكوك بأصلها، وتسمح هكذا بأن يتم وضع مزارات والناس تروح تتبارك بأمور وهمية؟ ليش تسمح هذه الجهات الدينية من كل الطوائف الموجودة في العراق، وخاصة طبعا نتكلم عن المحافظات الوسطى والجنوبية المنتشرة فيها هذه المزارات بشكل كبير، ليش مسموح لها أو يسمح لمن يقف خلفها بإنشاء هذه المزارات الوهمية للضحك واستغلال البسطاء؟ أعطيكم مثل أستاذ محمد، هذا مو يعني بهاي السنين القدامى عفوها. مرجع من المراجع يسموه سيدة والحسن،
هذا في تاريخها كانت اكو سيارات وعادي طبيعي، فهو تكرمه يجي على الدابه. نعم. الله يرحمه يجي على الدابه. وين يزور؟ يزور منزل الكوفه. يعني احنا بالنسبه لاهلنا ووالدي واهلنا كلهم وياه كانوا. نعم. فيسولف يقول ما يقبل يفات سياره، يجي على الدابه. من يطلع من مسجد الكوفه المتملقين شو يقولوا له؟ يقول له تعال سيدنا ضريح السيده خديجه، اهل النجف الكوفه يعرفوا هذا المكان. فيقول يقول لهم خديجه خديجتكم انتم ابتدعتوها انتم زوروها، منو اخذ بحجايتها؟ خديجه تعالوا شوفوا المقام. مئات الملايين جاي يصرف عليه بحجه هاي مقد خديجه بنت الامام علي ماتت، اجى دفنها ب خليني احكي لكم بهيك بساطه بمحل ميثم التمار. هي حتى الروايه مهزله. تنبههم على العقل يفتهم استاذ محمد. انا هسه ما اريد احكي وادوس اجور زايد على الناس لانه اكو اموات صار بها، لكن الناس هي اللي مجهله نفسها. زين انا بدي اطرق الموضوع ثاني. اكو واحد من المراجع من كل الطوائف قال لهم طلبوا ستايرات؟ اي لو لا؟ شلون؟ اكو مرجع من المراجع من كل الطوائف قال الاحد اطلع بوس تايرات، وهي صارت بالفضائيات طلعوهم جماعه فلان وجماعه علان كل من حاط له تكرم ونعجل وجاي يهوس له ويعد. فالناس هي تجهل نفسها ولهذا جهنم تستقبل. شكرا سيدة ام احمد من النبي قناه لحضرتك المشاركه. نعم وصلت الفكره. شكرا جزيلا سيدة. مين الان مين الحكومه؟ مين الحكومه؟ لكن عندي عقل. فما اعرف يعني كلامي جارح ادري كلام قول، لكن لازم واحد يواجه الحقيقه بكلام الحق لازم. وصلت الفكره سيدة ام احمد من النجف، انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. ويانا ابو احمد من بريطانيا، تفضل يا ابو احمد. تحيه لك استاذ محمد الورده والى قناه الوطن قناه الرافدين. حياك الله. طبعا موضوعكم جدا جميل لان هو مو بس مجارات وهميه. بعد ال 2003 هناك انساب وهميه. هسه خلينا نتطرق للمزارات اولا وبعدين نتطرق للانساب اذا تسمح لي استاذ محمد. نعم. وتعطيني فرصه اذكر قضايا. لا انا انا جداً. انا حاعطيك الفرصه ابو احمد بس خلينا بموضوعنا الانساب مو قضيتنا. نعم اليوم بقدر ما هي. نعم لا لا نعم 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 انا راح اتطرق على المزارات. نعم استاذ فضل. محمد تفضل. نعم اتفق وياك على هذا الموضوع بس قصدي هيك باي ذا واي هذا جت يعني. حياك الله ابو احمد تفضل. الله يطول عمرك. المزارات الوهميه ظهرت شوكيت ورا 2003. ليش ظهرت؟ لانه تجاره رائجه تدر اموال طائله. يعني من تباوع انه انت اغلب المراقد اللي ظهرت ولا لها اصل تاريخي ولا لها يعني مثلا قطاره الامام علي. نعم. لغايه 2004 ما حد سامع بها. بعد ال 2004 بدات تتراوج اشاعات انه هنا اجى الامام علي بعد معركه النهروان اجى هنا ضرب فد ماء بئر ما طلع من عده. فشنو اصلها؟ شنو هاي؟ العالم طبعا صدقت وراحت وانبنى وصارت الكارثه. نعم. النسابه حسين ابو سعيد الموسوي. هذا نسابه يذكر تاريخ كل انسان ونسبه. هذا ذكر انه الامام الحسن ابن علي. نعم. ابن فاطمه الزهراء عنده 6 بنات مدفونات بالمدينه. فانه هاي بنات الحسن والانساب الاخرى مين جتي؟ اذا هاي كلها وهميات. قبل فتره شفت الباحث علي النشمي ذكر قال اكو مرق اكو قبر ليهودي في الدوره. اسحاق اليهودي توفى بالثلاثينات اندفن بهذا المكان. يقول شو بعد الاحتلال تحول الى السيد اسحاق ابن الامام موسى الكاظم. شلون تحول هذا المكان بقدره القادر ما ادري شلون والعالم صدقته وصار بزار وصار بيزوره. وهذا اللي خلانا نطرح السؤال المهم في بدايه الحلقه انه كيف تسمح الجهات المشرفه على الامور الدينيه من مراجع وغيرها بقيام هذه المراقد او المزارات. راح اجيك راح اجيك استاذ محمد راح اجيك استاذ محمد. انا لو اعطيني وقت اليوم لان الموضوع جدا جميل ويستاهل اذا تسمح لي استاذ محمد يعني الله الله. قناه الوطن قناه الوطن مواضيعها جدا جميله وبالصميم يعني. الله يحفظك. عفوا استاذ محمد. فهذه اجي هذه اكو احدهم شو يقول؟ يقول احدهم يحلم بالليل يتحول الحلم الى مرقد بالصباح. وشلون شو يسوون؟ يقول لك يتم انساب الذكور الى الامام الكاظم عليه السلام والهناث الى الامام الحسن. يعني العمليه مدروسه وهي الى ليش؟ لان هذا المزار من راح يفتحوه؟ راح يصير به امين عام مزار، هذا عنده راتب. راح يصير به نائب امين عام مزار، به موظفين. هاي كلها دجل. انت تدري اكو قبل فتره جمعوا تواقيع في احد المحافظات دون ذكرها
لإنشاء وزارة اسم وزارة الشعار الحسينية. قلنا لهم يا أبا ليش؟ قالوا لا مو حتى يصير لها بعد قد أنا ما أعرف هاي الشغلة. المهم هسه نرجع الموضوع أنا المراجع ليش بتتطرق لهذا الموضوع؟ هذا الموضوع من وراء مافيات. هاي المافيات بالضبط مثل المخدرات ومثل كل أمورات الفساد الأخرى. صعب يعني حتى لو هاي يطلع لك رأسا يتم تكفير أو تضليل الشخص اللي مثلا أنا أحكي لك على شغلة جدا أساسية. قبل فترة الشيخ اليعقوبي ذكر أنه مركز الشريفة بنت الإمام الحسن وهمي. كفروه قالوا عليه هذا مرجع ضعفي وهذا مرجع كذا. فهذا هم جواب إلى سؤالك حول أنه المراجع ليش ما تتدخل. طيب. إضافة إلى أن المراجع الرئيسية بس اسمح لي أكمل. إضافة إلى أن المراجع الرئيسية ما تتطرق لهذا الموضوع بس إحنا نعتب على وكلائهم ونعتب على أنه يجب أن يتم الآن هذه الوقف الشيعي مو هو تبرى من قطارة الإمام علي هل يعمل لجنة الآن من الباحثين ومن المؤرخين يدورون على هذه المراقد ويحاولون كلها يزيلوها إذا كان ما لأن هم الجهة الوحيدة اللي تقدر تنفذ هذا الموضوع وأشكرك جدا أستاذ محمد شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا ويانا سيد أبو علي من بغداد تفضل يا أبو علي الله يسعدك يا أبو علي من بغداد حياك الله يا أبو علي كل الهلا شلونك الله يحفظك يسلمك تفضل بالنسبة هاي القطارة من زمان قبل 1230 سنة زمن الإمام علي السلام الله عليه نعم لما اجوا من واقع الصلفين وعطشوا دماعة الجيش عطش فبإذن الله تعالى ومعجزة الإمام علي فاضت الماء من هذه القطارة مو وهمية يا عمي نعم شنو تعليقك سيد أبو علي شنو تعليقك على اللي عرضناه بالمقطع لأحد النشطاء اللي صور أنه هناك أنابيب خلنا نحكيها بالمحلي صوندات ممدودة من مكان مخفي بالتراب ممتدة إلى المكان اللي بيه على أساس العين اللي صايرة مزار شنو تعليقك على هذا الموضوع بس شغلة قديمة يعني زمان الإمام علي مو هسه مو وهمية تمام أنا سؤالي لما راحوا النشطاء وبعض المراسلين صوروا مكان الحادث واكتشفوا أن هناك مياه مصطنعة جاية من أماكن أخرى مدخليها في هذا المكان على أساس أنه هي هاي الماء أو هذه هي المياه التي خرجت في زمن الإمام علي يعني تشويه للحقيقة يعني تزوير للتاريخ لا. شنو تعليقك على هذا الكلام؟ لا أستاذ كل تشويش ماكو بس طبعا صار 1400 سنة طبعا ظل صوندة ظل ماء أسبت النبي الله خلص طيب ليش الـ إذا كان هذا المزار حقيقي إذا كان المزار مثل ما تفضل حقيقي مو وهمي ليش الجهات الدينية مثل الوقف الشيعي والعتبة الحسينية في كربلاء تنصلت من الموضوع وخلت مسؤوليتها من الموضوع وقالت أنا ما لي علاقة ليش ما دافعوا عن هذا المكان وقالوا لا هذا مكان فعلا مزار وكذا وليش ما أشرفوا عليه إذا كان هو فعلا مكان مثل ما تتفضل حقيقي وليس وهمي هذا مشروع خاص بحسب قائم مقام كربلاء هذا مشروع خاص هل يعقل أبو علي بهذا مشروع بهذه الأهمية أو مكان بهذه الأهمية أنه ينعاف يكون مشروع خاص الدولة الرئيسة وفاشلة وخلصة الكاظم الفاشل مفروض هذا بزمن إمام علي سلام الله عليه هسه عندنا القضر قضر ياس هم ماي هم وهمي طيب احنا اليوم بدنا نتكلم حلقتنا اليوم بدنا نتكلم عن هذه الجزئيات المتعلقة بالحدث اللي صار في كربلاء وحنعرض لحضراتكم لحضرتك وغيرك أيضا نماذج من المزارات الوهمية بس أنا أرجع السؤالي أبو علي إذا كان المزار هذا مو وهمي وكان مكان حقيقي تاريخيا موجود ليش ما خضع لإشراف الوقف الشيعي أو العتبة الحسينية في كربلاء ليش تركوه بيد جهات شركات خاصة أو متعهدين أو ما أعرف منه يديروه بكيفهم؟ استاذ محمد العفو تفضل استاذ محمد مو تسالني تخابر تستاذ بالوقف الشيعي قلت له ليش هاي مو تخابر ابو احمد من المانيا مثلا من امريكا هو شفته ابو احمد عنده راي مثل ما حضرتك عندك راي اليوم العراقيين اليوم العراقيين واللي عرضناه بالشارع واللي عرضناهم من الشارع رايهم يخالفك خو ما نقمع الرأي خو ما نقول له أنت كذاب كل من إلى وجهة نظر
هذا ما يؤمن ابو احمد، حتى الحق ما يؤمن بالنسبه ابو احمد، ما يؤمن بعلي ما يؤمن. منو قال لك انت هذا الكلام؟ عموما بعيدا عن هاي الجزئيه، انا عندي سؤال اليوم ابو علي. ابو علي هل تتفق وياي بانه في العراق اليوم بعد الاحتلال اكو استغلال للدين ومتاجره به؟ اليوم كل من اجى حط له عمامه فوق راسه وصار سيد وصار شيخ وقام يضحك على الناس وياخذ منهم فلوس. لا هذا الكلام بعد الاحتلال، والا ليش الناس اليوم شفناهم بالمظاهرات وقبلها وقبلها يهتفون باسم الدين باقونا الحراميه؟ ليش اليوم الدين صار للتجاره؟ لا شغل هذا الحاقد، كل شيء يحكي الحاقد، كل شيء يحكي ابن الحلال، الحاقد كل شيء يحكي الحاقد. وان شاء الله نعم. يعني انت برايك سيد ابو علي اللي يقول باسم الدين باقونا الحراميه واللي يقول بانه هناك تجاره الدين هذا حاقد؟ اي حاقد انا والله. شنو باقونا حاقد هذا ان شاء الله؟ يعني انت يعني انت تنفي حضرتك وجود استغلال للدين في العراق؟ خل واحد بالمليون، 2 بالمليون. يعني شنو 2 بالمليون؟ يعني اكو لو ماكو؟ لا ماكو، انتم ايش دعوه مركزين عليها؟ وعلى اساس انت تندلع؟ لا زايرها؟ لا شايفها؟ لا تمام ابن الحلال. تمام، انا اشكر حضرتك سيد ابو علي من بغداد، شكرا جزيلا لك للمشاركه. تبقى هي وجهات نظر واراء. السيد ابو علي ينفي وجود استغلال للدين ومتاجره به في العراق. ترى هل برايكم مشاهدينا الكرام لا يوجد استغلال للدين؟ لا يوجد ضحك على عقول البسطاء اليوم؟ لا يوجد استغلال لحاجات الناس ومشاكلهم ومعاناتهم وتمرير هذه الخرافات انه تعال للمزار الفلاني المبارك حيحل لك المشاكل؟ ليش تم تجهيل المجتمع بهذه الطريقة ووصلوا الناس ان هم يلجؤون الى اماكن مشكوك تاريخيا بحقيقتها ويروحون ضحية هذه المتاجرات وهذا الفساد؟ قائم مقام كربلاء يؤكد أن مزار القطارة مشروع خاص بيد أشخاص أو أفراد أو شخصيات أو شركات أو بغض النظر منه، مشروع مو حكومي، لا يتبع للجهات الدينية، على أساس أنه هذا الكلام هو لا يتبع للجهات الدينية الرسمية الموجودة في العراق. كيف يسمح له لهكذا مشروع؟ تم التحذير مرارا وتكرارا من خطورة هذا المكان، من خطورته على حياة الزائرين، على حياة الناس المتواجدين هناك، لكن لم يتحرك أحد ولم يكن هناك موقف جاد لمعالجة المشاكل المتعلقة بالصخور والرطوبة واحتمالية الانهيارات واللي صارت وتأكدت هذه التحذيرات. ويانا أبو مروة من كربلاء، تفضل يا أبو مروة. السيد أبو مروة لو سمحت تنصل صوت التلفزيون على الأخير وتسمعني. نعم نعم بعيد عن التلفزيون. نعم شكرا جزيلا أخي العزيز، تحياتنا لك ولكل الأخوة الكرام العاملين بهذه القناة الكريمة. أهلا وسهلا أبو مروة، الله يحفظك حبيبي. نعم. أنا كمواطن نعم عراقي ومسلم أنا ما أقدر أسولف بالمواقع التاريخية. نعم. لربما يكون صحيح لربما يكون خاطئ. نعم. هذا مو اختصاصي انا، لكن اقول كل شيء يجب ان الدولة ان تضع يديها. الدولة لازم تكون قبل المواطن. نعم. الدولة لما رفعت ايدها عن هواي امور فطبعا قام كل من هب ودب ان يستغل المواطن كثير امور. اخي العزيز طالما الدولة رافع ايدها المواطن وقع، وبعدين من واجبات الدولة، يعني هذا واجب الدولة ان تنظر، ان تهدي المواطن، ان محاضرات تثقيفية، هذني ما موجودات. بالعكس استغلوا هاي الامور اخي. نعم. اخي استغلوا ناس فاسدين، خلوني انا المواطن البسيط اركض واريد الجنة وهم يلخون يا اخي بهالامور هاي. يعني كلام كثير وكلام. يعني عندي سؤال لحضرتك يعني سيد ابو مروة، كلامي تعب. سؤال نعم. سؤال لحضرتك نعم. بخصوص حديث السيد ابو نعم. علي من بغداد، هل نعم. هناك برايك متاجرة للدين أيه. واستغلال استغلال عقول البسطاء في سبيل أكيد. المكسب أكيد. المادي، في سبيل
السيطرة على الناس حتى يوجهوهم بأمور معينة. ليش السيد أبو علي برأيك ينفي وجود متاجرة بالدين في العراق؟ لا أكيد أخي، لا ما كنا فيه أكيد. هاي المتاجرة اللي وصلت لنا لهذا الحال. أخي اليوم مع الأسف وصلت سياسة التجهيل. اليوم أنا أجهل هذا المجتمع حتى أنا أشتغل على كيفي، لا عاد شلون يقدر الفاسد يقدر يشتغل غير يجهل المجتمع؟ فهاي سياسة الفاسدين تجهيل المجتمع، وإلا شوف نسبة الأمية تجهيل المجتمع شلون يجي؟ قد ما تنعدم الدراسة أخي، ماكو دراسة. هذني احنا انا رجل بهذا العمر، كانوا المعلمين ومن بعدها بالمتوسطه المدرسين كانوا يخصصون جزء من الحصص بهيك امور اخي، كانوا يعلمونا بهيك امور، يرشدونا يدرسونا، زائدا ابانا مجالسنا امورنا انه توعوا هذا غلط هذا صحيح. سيد ابو مروه، حضرتك ذكرت في بدايه الحديث انه تاريخيا احنا مختصاص، فهناك امور مشكوك بها، هناك امور جدليه في التاريخ تحتاج اهل الاختصاص حتى ياكدوها. طيب اليوم احنا لما نشوف ان هناك الكثير من المزارات اللي مشكوك بتاريخها الاسلامي طبعا بارتباطاتها فعلا باهل البيت او لا، انه موجوده واصبحت اماكن يجني من ورائها الواقفون خلفها الاموال، ليش ماكو متابعه؟ ليش ماكو مراقبه؟ ليش الجهات الدينية الرسمية في العراق رافعة ايدها من هذه الأماكن اللي الحاصودة المباركة، العمود المبارك، هذا المكان مر من عند فلان صار مزار، وكل هذه الأمور؟ أخي أكو ثوابت بالدين. الجهات الدينية الكل أنا داعتي الجهات الدينية إسلامية غير إسلامية، كل جهة دينية عندها ثوابت. اليوم الإسلام مو جديد علينا ولا المسيحية جديدة علينا. اليوم الطوائف والناس المنتمين لهذه الأديان يعرفون الثوابت، يعرفون الصواب، يعرفون الخطأ، مو كل من كل صغيرة وكبيرة. أنا عقلي وين العد؟ أنا عقلي وين؟ لما أركض أكلم بعمود أكلم زين القطارة، مع كل احترامي للناس اللي يروحون زين، أنا لما أروح للقطارة مو راعي القطارة موجود مرقده وموجود مكانه وموجود كذا، هو أمير المؤمنين والخليفة الرابع وإمام المسلمين، وليش ما أروح أنا أروح المقام؟ هو أروح 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 أخاطب الروح الموجودة زين، أنا ليش لا أروح للقطارة؟ هذا الكلام يا أخي يعني في جدال هواي، لكن مع الأسف المجتمع مدى مع الأسف يعني مجتمعنا هو هذا يا أخي، كل العراق الشكل معظمها هالشكل أخي العزيز. يعني إذا صار زين تشافى من هذا الطبيب تلقى الحنة متروسة من فوق لجوا باب هذاك الطبيب. هاي موجودة يا أخي العزيز يعني. طيب أنا أشكرك، شكرا جزيلا سيد أبو مروة من كربلاء، أشكرك للمشاركة. خلونا نستمع مشاهدينا الكرام إلى آراء بعض المواطنين العراقيين بشأن المزارات الوهمية والمراقد المزيفة في العراق، نسمع. ماكو متابعة، وضع هذا يعني هي مزيفة يعني بعلم الدولة، يعني غير المفروض الدولة تتابع هذه الأمور، غير تشجع هذه الأمور، مثل هذا صح هذا غلط. احنا أول مرة نسمع بالقطار عن مراحل ولا شايف زين. الحكومة ما لها فد رادع هاي للوقف السني أو الوقف الشيعي، حكومة ضعيفة ما تخلي الوقف يلعب كيفه. وهذا يعني الوقف الشيعي يتبرى من هذه الأمور؟ مو محسوبة عليه بالسجلات عندهم هذه الأمور يعني مسجلة عندهم غير يتحاسب عليه؟ فالحكومة ضعيفة هملت هذا الشيء، ونقول أصحاب الضحايا تتحملها الحكومة فقط. اللي يتحمل المسؤولية هو محافظ كربلاء يتحمل المسؤولية، والمستثمر والمحافظ هم يتحملون كافة المسؤوليات وكافة الإجراءات اللي راح يسببها الضحايا. انت المستثمر من اشتغلت هذا الشغل ما حسب تصير انهيار ترابي، شنو ايش اشتغلت؟ ايش تسوي؟ علم الذره هو مرقد مجرد الطوري، والمحافظ انت غير التابع، مسؤول المحافظه غير التابع، ليش هاي العالم راح تبريها؟ الله لا يوفقهم ان شاء الله بجاه والحسين. ماكو متابعه، هاي بعد شنو العالم تخاف، يعني العالم هسه مجرد يشوف له قفص، لو يشوف له شيء يتصور انه مثل الامام له هذا، تجي العالم تطي، ناس على نيته، ناس تريد مراد، تريد تطلب حاجات من الله، بس هي المفروض متابعه، هاي المزارات المزيفه تنشال المفروض. صح ولا مو صحيح؟
الوقف الشيعي كله يتحمل هذا المسؤوليه، العتبه الحسينيه هي تحمل المسؤوليه، كربلاء كله يتحمل المسؤوليه، المحافظ هو يتحمل المسؤوليه، المستثمر هو يتحمل المسؤوليه، كل المسؤولين بكربلاء هم يتحملون هاي المسؤوليه. استمعنا الى حديث اراء بعض المواطنين العراقيين، نزلنا الى الشارع، سالناهم هذه التساؤلات المطروحه اليوم من الجميع واستمعتم الى هذه الاجابات. اليوم العراقيين يحملون الحكومه كل اخفاق وفشل وفساد موجود في العراق، هي التي سمحت يا اما بضعفها او بتواطئها بحصول او بحدوث هذه القضايا التي نشاهدها يوميا في العراق. خلونا نسمع راي السيد محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الله يسلمك استاذ محمد. هي ظهرت بالمجتمع العراقي اكو فئه من الناس ناس متخلفين جهله سذج ما يعرفون لا بالدين ولا يعرفون، يعني اعتقد اغلبيتهم اميين يعني ما يعرفون يقولون يكتبون، فمع الاسف اكو ناس ضحكوا على هذول العقول فقاموا قاموا قاموا يخلقون ويبنون مزارات واماكن مقدسه للضحك عليهم او للاستفاده منهم من ناحيه الماده وهاي. نعم. يعني اريد اقول لك شغله استاذ محمد، اكو يعني هذا الموضوع اذا يجوز احكي به، يعني انا حكيت وهو عالم يعني على هذا الموضوع فيقولوا لي هي على الفطره مساله سوره الامام الحسين. نعم. هاي سوره الامام الحسين الموجوده حضرتك يجوز شايفها الصوره هاي. هاي الصوره هي بالاساس لشاعر فارسي اسمه حافظ الشيرازي. طيب. اللي متوفي هندخل احنا هنا حضرتك هسه طرحت موضوع جدلي حيدخلنا في قضيه مو قضيتنا احنا اليوم. نعم نعم احنا نعم اليوم نعم اليوم نعم. اليوم السؤال الاهم انه ليش مستمر الموضوع مع المراقد المزيفه والمزارات الوهميه، وليش يستمر البعض باستغلال الدين والتجاره به على حساب عقول البسطاء وارواحهم. الموضوع ما يكون فقط انه انا بدي اخذ منك فلوس لان انت عقلك بسيط وقدرت تضحك عليك، الموضوع ده يؤدي الى التهلكه لبعض الاشخاص اللي يمشون وراء هؤلاء. اليوم من اللي صار بمزار القطاره ممكن يحدث في اماكن اخرى، اماكن مهمله، اماكن الهدف منها اخذ الفلوس من جيوب المحتاجين، من جيوب اللي ياتي الى هذه الاماكن، لعل وعسى قد يعتقد هو ان هذه الاماكن هي ممكن تخلص مشكلته او تحل ازمه او كذا. مستر محمد باوع خليني اقول لك شغله، هاي اللي جبناه على الصوره اكو ناس معتقده هو صوره الامام، اكو ناس يقول لك احنا ايه هاي نعرفها هاي احنا ماخذيها، فانت قيسه من هذا الشيء. اكو المجتمع تغلغل به وتوسع به الخرافات. نعم. يعني اقول لك العايش عايش على الشعب، نص الشعب بس عايش على الخرافات. من يتحمل مسؤوليه الخرافات والجهل اللي انتشرت في العراق بعد الاحتلال؟ السبب من يتحمل المسؤولية؟ اولا تتحمل الحكومة لان الحكومة فرضت هذا الشيء، قال لهم انتم هذا احنا جبنا لكم اياه وانتم دوسوا بيه، او انتم مثلا قال حكي هذا اللفظ او انتم امشوا بيه هذا الشيء. نعم. وثانيا تربية العائلة مثلا الجيل هذا، الجيل من بعد 2003 من انخلق الجيل هسه كله شباب وهاي، علموهم على شعارات وعلى شغلات ما له علاقه بالدين اساسا فهم مشوا على هذا النمط. نعم. اذا الحكومه تتحمل السبب والعوائل هم تتحمل السبب. نعم. العوائل اللي نقول اللي مصره على هذا الشيء. طيب. اللي تخلق هذا الشيء. انا اشكرك المجتمع العراقي تقسم. نعم اشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ارجو منك تبقى تتابع، يعني شكرا للمشاركه لكن خلينا نتابع هذا المقطع مشاهدينا الكرام لاحد المزارات الوهميه او المراقد المزيفه، خضروات بنت الحسن، خلونا نشوف. عليكم. ما طبعا شايفه بس بالفيسبوك حسبالي فوت شو مرقد العلوي خضروات بنت الحسن، طريق السياحي مدخل ناحيه المهناويه الديوانيه نجف. هاي اوقف اوقف خلينا نصور مرقد العلوي خضروات بنت الحسن، وهذا الشارع يروح لها، وهاي خضروات يعني بربكم امام معصوم يسمي بنته خضروات، يا عقل يعقلها. والله انا كنت على الفيسبوك اشوف حسبالي فوتوشوب بس طلع الصدق.
ما ادري بعد شو يصير بالعراق. خضروات بنت الحسن والسيد صاروخ الموسوي والسيد كمون وما إلى ذلك من هذه المسميات وهذه التوصيفات لمزارات ومراقد. خميني عبر من العراق على الكويت بالسبعينات أو قبلها، سوى له مزار للمكان اللي توضى به على أساس، صرفوا من أموال محافظة البصرة حتى يسوون مرقد أو مزار للخميني في المحافظة، صرفوا من أموال الفقراء والمحتاجين بحضور مسؤولين من محافظة البصرة. هذا المزار خضروات بنت الحسن وغيره، من وين ده تنصرف عليه هذه الأموال لإنشائه، لبنائه، لتشييده، لإيصال الكهرباء إلى، إيصال المياه إلى؟ منو اللي ده يصرف؟ منو اللي سمح بإنشاء هذه الأماكن المشكوك بتاريخها؟ هل مرت هذه الأماكن على الجهات الدينية الرسمية المعتمدة في العراق؟ هل حصلت على موافقات؟ كيف يسمح بهكذا مزارات ومراقد مشكوك بحقيقتها، مشكوك بتاريخها؟ عندنا اتصال. السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أنا دائما أكد بكلامي الاعتماد الكلي على مستوى الوعي عند المواطن. نعم. لأنه إذا الإنسان ما عنده وعي وما يثقف نفسه، يستغل من قبل ناس يعني ما يهمها غير مصالحها. نعم. يعني احنا جاي نشوف هالمسميات وهالمراقد اللي ما انزل الله بها من سلطان، يعني هذه كلها ضحك. نعم. على عقول الناس البسطاء. وخليني اقول لك استاذ محمد، اي بلد تكثر به المراقد سواء الاولياء الصالحين. نعم. يكثر به الدجل والشعوذه والخرافات. لانه عن طريق هذه رجالات الدين راح يستثمروها بغايات اخرى، واللي احنا جاي اليوم نشوفها بالعراق وبالاخص المذهب الشيعي اللي تكثر به هذه الخرافات وهذه السخافات صراحه. يعني انت جاي تشوف هسه يعني بهاي المناسبات مال محرم من تطبير وش اسمه، يعني فد شغلات ما انزل الله. بعيدا عن الطقوس، احنا اليوم بدنا نتكلم عن يعني التجهيل. منو برايك الذي يقف خلف تجهيل الشعب العراقي او المجتمع العراقي بعد الاحتلال؟ شوف استاذ محمد، عده عوامل. العامل الاول هو العائله، البيت. اذا كان رب العائله مثقف تكون العائله مثقفه. بس اذا كان رب العائله عقله شاطح وما عنده ثقافه، حتما راح يستغل هذا الشخص من قبل رجالات لا دينيه هي. نعم. بالاساس يعني ما عندها فهم ولا عندها علم ولا عندها ثقافه، تحاول يعني ترصب على 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 الناس البسطاء. يعني هاي استثمار يعني، والا تعال انت هذه شو يسمونها القطار، وهذه يا اخي بسرعه تبرت شو اسمه الوقف الشيعي. زين شوفهم يعني شوف شلون يضحكون على الناس. يعني من هم تصير عندهم يعني فد شغله مفيده، وهذه قال لك احنا اللي سويناها. لما المصيبة توقع يقول يتبرون. فشوف انت قيس منها غير المفروض. يعني منطقيا وجود الأوقاف شنو دورها إذا لم تكن هناك جدولة وتقييد للجوامع أو الحسينيات أو المزارات أو المراقد التي يتم إنشائها؟ غير المفروض أكو يعني وفود أو مجموعات تخرج للتأكد من الصحة التاريخية لهذا المكان، لتثبيته في سجلات الدولة حتى يكون مكان رسمي موجود؟ هو أي واحد اليوم يجي يبني أي شيء بالعراق؟ شوف، من بعد 2003 أستاذ محمد الدولة أخلت إيدها. المفروض الدولة هي تخلي إيدها على المراقد، المزارات. لأنه إذا تبقى بيد رجالات الدين، اتفضل يعني يبنون لك مثل خضروات وصاروخ ابن الحسن ومن هالمسميات هذه اللي يضحكون بها على عقول الناس. فالمفروض الدولة تتحرك إذا كانت عندنا دولة. بس احنا وين؟ ما عندنا دولة اللي تتحرك على هذه وتسحب كل المراقد من أيدي الرجالات شو اسمه الحوزات وغيرها. والله أتمنى يا أستاذ محمد أن تلغي هاي الحوزات. احنا عندنا كلية فقه، المفروض
المتخرج من كلية فقه هو اللي يعني يدير هاي الأمور، أما يطلع لي من الغرف المظلمة ويتحكم بعقول الناس، هذا الدمار اللي إحنا جاي نعاني به. أنت شو معرفك بهذا الشخص؟ شنو الغايات اللي هو جاي يشتغل بيها ويعمل بيها؟ إحنا المفروض أكو كليات رسمية، جامعات رسمية هي اللي تخرج ذولا رجالات الدين حتى على مود يقودون لك المجتمع، أما عن طريق الحوزات والغرف المظلمة هذا يزيدون لك الجهل والتخلف عند الناس، وهذا اللي احنا جاي نعاني من عده السبب. أبو سيد عبد الرزاق، المحافظ كربلاء الحالي هو الذي كان قد افتتح مزار القطارة قبل 3 سنوات، هو وعقيل الطريحي اللي كان وقتها، طبعا محافظ نصيف الخطابي اللي هو المحافظ الحالي هو كان نائب المحافظ وقتها، و يعني عقيل الطريحي ايضا اللي كان يشغل منصب رئيس مجلس المحافظة. طيب دول المسؤولين اللي على اللي افتتحوا هذا المكان أو هذا المزار واللي جتهم تحذيرات من بغداد ومن كربلاء بخطورة المكان واحتمالية سقوط الأحجار أو سقوط هذه الأتربة أو الأحجار الموجودة على رؤوس الناس، ليش ما اتخذوا إجراء وكيف الآن سيمرون دون عقاب من هذا الموضوع في ظل وجود أيضا قضاء فاسد؟ السامع زرزور كف العصفور، المحافظ وهذا الطريحي هم معروفين بالفساد وبالبوك، فهذه مثل هيك اماكن يستثمروها تجيهم اموال تجيهم يعني صفقات فيضحك على الناس، ولا شنو ثقافته هو هذا المحافظ؟ شنو ثقافه الطريحي؟ فهذه صارت اليوم يعني شغله تجاره استاذ محمد، هاي المراكد وغيرها والمزارات اللي يعني صراحة ما تعرف يعني منين هذه؟ شنو الخضروات؟ شنو الصاروخ؟ شنو التيل المبارك؟ يا أخي والله العلي العظيم مو حتى واحد يعني صراحة يعني صراحة ما ما ما, ما ينس يعني هذه المسميات وهذه يعني عيب على العراق، العراق بلد حضارة يا أستاذ محمد، يعني إحنا تالي وأكيد هسا إحنا بأقل القرن 21 إحنا نروح نزور خضروات نروح طيب. نزور التيل المبارك، هذا البلد الحضارة دمروه هذه رجالات الدين. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا وأعتذر منك لأن الوقت انتهى. مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء.